اخبار اليوم. بصي احنا الحمد لله رب العالمين مستقرة يعني تماما. احنا هنا في لجنة التوفيق. لا وانا رضا خلص طبعا يعني نور زي ما شايفين تحت السيطرة بنسبة 100%. احنا طبعا ما لقيناش الدولة بتاعتنا دي غير لما الاول اطمأنينا على مستوى محافظة الدرك الاول ان كل الديان بدأت فيها العملية التصويتية بالفعل. عندنا تقريبا 2850 لجنة صندوق انتخابي. الحمد لله رب العالمين كلهم شغالين دلوقتي بشكل منتظم في القاهرة اعتبارا من الساعة 10 صباحا. من 9 ل 10 كان في بعض التأخيرات تم تجاوزها، ومن 10 صباحا كل اللجان كانت شغالة. في لجنة 7 ل 10 لجان بدأ ينتظم فيها العمل تماما إلى أن وصلنا للساعة 10 صباحا. الأمور مستقرة، عندنا غرفة عمليات بنتابع جميع الجان بنحل مشاكل في من خلال غرفة العمليات. مفيش تم أي رصد أو أي شكاوى جت من خلال لحد دلوقتي مفيش. احنا كنا همنا في الأول هو الاطمئنان على استقرار بداية العملية الانتخابية في البداية في الانتخابية. إيه الإجراء؟ لا أنا عاوز أقول إيه، إنه كنت خاص بموضوع العملية الانتخابية اللي بتديره اللجنة العليا للانتخابات ممثلة بقى في محافظة القاهرة في السادة رؤساء محاكم شمال وجنوب القاهرة، فدول نقطة الاتصال اللي ما بيننا وبين اللجنة العليا للانتخابات. لما يكون في مشكلة خاصة بالعملية الانتخابية نفسها احنا بننقل ده اللجنة العليا للانتخابات وبيتخذ فيها القرارات، والقرارات يعني سريعة جدا. ومن مجرى موضوع التأمين طبعا القوات المسلحة، عندنا قائد قوة التأمين القوات المسلحة، وعندنا قوة تأمينية كبيرة جدا في القاهرة تحديدا. ده التأمين اللي بتقوم به القوات الداخلية من الشرع في مدينة أمور مستقرة. أي خروقات؟ مفيش أي حتى هذه اللحظة مفيش أي خروقات. أتمنى أن هذا الوضع يستمر إن شاء الله بإذن الله وتنتهي النتائج وعندنا طمأنينة يمثل الشعب. عشان كده بقول لك بإذن الله صوتهم من فضلك. المرحلة الأولى حديث ولا حرج عن المال السياسي، المرحلة الثانية يعني في الإعادة مفيش أي خروقات من المال السياسي أو أي شكاوى وصلت؟ هو دلوقتي مفيش، لكن عاوز أقول إن المسؤول عن مراقبة الإنفاق والسلوك بتاع المرشحين في العملية الانتخابية هي اللجنة العليا للانتخابات، وهي لها مراقبين موجودين في كل غير المعروفين وبينقلوا هذه الحاجات للشركات، والناس بتقعد تقدم احتجاجات وتقدم طعون وتقدم شكاوي، واللجنه بتفحصها ودلائل هناك يعني دلائل قويه بتتاخد اجراء وهكذا. لكن احنا كمحافظه القاهره بنعمل الدعم الاداري للعمليه الانتخابيه، القوات المسلحه والشرطه بيعملوا الدعم الامني للعمليه. مسؤوليه اداره العمليه الانتخابيه هي مسؤوليه لجنه واحده. شكرا سيد المحافظ.